في إحدى الساحات العامة وسط مدينة الحلة بمحافظة بابل. انطلقت فعاليات مهرجان أنا عراقي أنا أقرأ للأطفال الذي أقامته دار ثقافة الأطفال بحضور واسع من الأطفال وأهاليهم تحت شعار نقرأ ونرسم ونغني، في محاولة لإعادة الهيبة للقراءة ولزرع الفرحة والبسمة في وجوه الحاضرين. الهدف من هذا المهرجان بالتأكيد هو تشجيع الأطفال على القراءة، نعيد الهيبة للكتاب والمجلة والقصة اللي ضاعت هيبتها أمام زحف التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية والآيباد. احنا نريد نفهم الأطفال، نوعيهم ونثقفهم ونعرفهم قيمة الكتاب ونجعلهم يستفادون من يعني يقضون أوقات ممتعة ومفيدة في العطلة الصيفية. أنا وايد ونست بهذا البرنامج لأنه هو يقدم لنا قصص ومهرجانات ويسوي أيضا مهرجانات كبيرة للأطفال، وهو يسعى إنه يخلي كل الأطفال سعيدين بالحياة. المهرجان أعاد للقراءة نكهتها بعد توزيع أكثر من 2000 مجلة وكتاب خاص بالطفولة مجانا، ما أشاع الفرحة بين الأطفال وعائلاتهم لدعوة الأطفال وتشجيعهم على القراءة وتكوين مكتبات خاصة بهم تروي عطشهم للقراءة. فالطفل اليوم من ده يقرأ وهو طفل صغير وبعد ما واعي على الحياة يشوف مجلة ما راح يحصر دماغه حول مواضيع معينة، لا وإنما راح يتفتح وكأنه فتح عالم ثاني من خلال المجلة أو الكتاب، فهذا الشيء كل الزين وكلش مفيد، وخصوصا لأن أطفالنا هسه دا يهتمون بالسوشال ميديا وهم بأعمار كلش صغيرة. المهرجان شمل فعاليات لرسوم الأطفال وأخرى مسرحية وغنائية من أجل أن يستعيد الطفل حلمه ويعيد الثقة بنفسه لتشكل إنجازا ثقافيا أعاد الفرحة ورسم البسمة على شفاه هؤلاء الأطفال. حلو نشاهد هيك مهرجانات يعني تساهم في تطوير ثقافة وتنمية الأطفال. نحن اليوم بحاجة إلى تنمية القراءة لدى الأطفال ولدى الجميع. أنا إذا أنمي بطفلي روح السلام، روح التعاون، روح الأخلاق الحميدة، بالمستقبل راح يكون فرد صالح يخدم المجتمع، يخدم أسرته، يخدم منطقته.